مالك متكومه كده ليه؟ مصيبه لا تكوني عرقانه انت اخرى. ليه عملت ايه انا عشان تزعلي؟ ما انا مش متعود لسه على حوار التليفونات ده. وبعدين هكلمك ازاي يعني؟ انت مش واخده بالك؟ صوريني صوريني يلا. مش فاهم يعني ايه تليفوني. افتح ايه؟ تفتح الكاميرا اهو. عشان اشوفني انا؟ انت كده شايفاني؟ ياه ده ايه المصيبه السودا دي؟ يا بنت ليه؟ خلاص هبقى اكلمك. ماشي قصدي هشاور لك. ماشي يا قرد تعالي. في رجاله كتير هتتسلم في الحركه دي. يا نهار ازرق يا معلم. هل انا ما انت عارفني انا طول عمري كلمتي واحده. العشاء عندي يوم الخميس زي ما وعدتك. لا لا واطمن اطمن هعمل لك اكله خفيفه عشان ما تحماش على صدرك. ماشي استنيك انت والرجاله. السلامة يا معلمة. على النعمة من نعمة رب. انت اللي معلمة يا معلمة. قدرت تضربك السوق في ثانية الا ربع. ما انت عارفني يا واد يا براء انا ماليش في البيت. انا طول عمري احب الحاجة الطازة قبل ما تحمض وتفوح ريحتها وتلم عليها الدبان. ربنا يجعل كلامنا خفيف على الدبان. براء انا مش عاوز جنس مخلوق يحس بالمصلحة دي خالص. ورحمة الغريب لو عيلة أبو سنة دخلت في الحوار ده لكن ما أنقشهم بستاني دول. خليهم غرقانين في البن اللي راح زمن يبقوا يقابلوني. مش هيدوم مش هيدوم. خميس أكيد هينقل على ملعبنا وضاوية وأبو سنة هيلعبوا في نفوخه جامد. آه بس الخوف بقى لا تكون دي رغبة الباشا كمان. يا دي الباشا يا دي البعبع. ما طالما فيها باشا هتقول لي هدنة ونطاطي ونستنى زي كل مرة يا حاج. خسارة يا براء. يا ألف مليون خسارة. كان نفسي ومنى عيني يا براء تتعلم من الجمال اللي أنت بتربي في وسطيهم. يا واد خزن واصبر. خزن اصبر عشان يوم ما تقلب تلاقي الزاد اللي يكفيك وتضرب ضربة معلم. يا عم محمد وازاي مراتك واولادك؟ تسلمي يا ست هانم. ربنا ما يحرمناش منك يا رب. استمر بقى في حوار الدعاء ده يمكن دعاء منهم يظبط معاك. ربنا يسعدك يا رب ويحفظك من كل شر. طلع لي الشنط على فوق. عينيا حاضر. اهلا اهلا. اخيرا بنتي حبيبتي رجعت لي. وحشتني قوي يا ابوي. خلاص هتزهق مني. هزهق منك ايه؟ الله يا بنت الحلاوه دي. انت طالعه على ابوكي ولا ايه؟ ها طمنيني. تمام يا كوتش خلاص خدت الشهاده ولازقالك. يعني بقيتي 100 100 في الكيمياء؟ يعني اسيبك انا عشان ورايا مليون الف حاجه. يا بنتي اقعدي خدي نفسك في السفر. نفسي ايه يا عمروتي؟ انا عايزه ارمي نفسي في البول واطلع انام لي شويه واروح اقابل صحابي وحشني موت. طب اعملي حسابك هنتغدى سوا. لا انا اكلت في الطياره ما تعطلنيش بقى. يا بنت المروسه. ايه شو يعني كان لازم ابعت لك 100 مرسال عشان اشوفك يا روح الروح. طلعت روحك من لوحك يا بعيد. احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟
انت يا راجل نسيت ان انا ست متجوزة؟ اهدى ايه اللون اللي مش لايق ده؟ وانت فجأة كده افتكرتي انك متجوزة؟ امال اللي كان بينا ايه؟ ليه المدهون بزبدة؟ كنت ضالة وعرفت طريقي. طب ليك فيه؟ حاشا لله، وعلى رأي فندينا يتوب علينا ربنا. بص، تذاكر الود تتقطع، والسكة اللي بالك فيها خلاص انسدت، جبرنا والحمد لله. شفتي؟ اديكي فهمتيني غلط. اوعى. انا كان قصدي توصية لأفندينا يقف معايا مش ضدي، ويمكن في يوم من الايام انا وانتي نتوب سوا والميه تعود لمجاريها. اسكت. ايه؟ مش المجاري طفحت في الحته وغرقت الدنيا؟ الحق بقى لم رجليك حلو وشمر هدومك كويس بدل ما تتلطط لطه ما يجيلهاش دواء. ولا انا اقل باصلي واطلع لك من الدفاتر القديمه اللي تنطرك من المجلس قبل ما تعتبه؟ فهمت؟ اوعى. تعمليها يا شوق. انت خدها على فين يا خبير؟ انا بقى بوديك اكتر مكان حلو فيكي في مصر. اه ده مكان النخبه، مش اي رجله دخلها هنا، خد بالك. نخبه ايه يا الخميس ده؟ دي حته لبش، ده ممكن الحكومه تكبس علينا في اي لحظه. الحكومه تكبس علينا احنا؟ خليها تكبس يا ابني، ده احنا اللي بنكبس. كمل لي بقى حوار شوق. اه شوق دي كانت سمعتها هباب طين، وبقدرة قادر كلت دماغ المعلم وهوسته ادلعها. بس جوازته منها كانت بامر المعلمة ضاوية. وانا لما سالت الحاجة ضاوية قالت لي ان هي كانت جوازة مصلحة وقضيت، انما الخال شبط فيها. ضربة قطمت وسط النوح. سلام عليكم يا رجالة، زي ما انتوا زي ما انتوا. اه ده رجع. ضربة قطمت وسط النوح. كانت رد على لعبة البيت لما خد غصب وبتراب الفلوس. طب ايه علاقة النوح بشوق؟ ما هي شوق كانت اصلا بتاعت النوح، كان داير وراها في الافراح. هي كانت صحيح رقاصة درجة ثالثة غازية يعني، بس كانت ب 100 رقاصة. وفي يوم كان في فرح كبير في الحتة يخص واحد من حبايب الكل. ما جاش، كان في توت الفرح وحامل فرقة. وجه المعلم النوح وقام بالواجب على الآخر، عشان كانت شوق هي اللي بترقص. وبإشارة من معلمة ضاوية قام الخال وقام بالواجب هو كمان. شوق بقت بين الاتنين مستنية لرش أكتر، ومن يومها بقت زي النداهة اللي جذبته. والمعلمة ضاوية معرفتش فك الشفرة. أسبابة مين؟ تقلع السلامة يا فندينا. تعال وقرت مكانك، اعرفك على احلى الطيور. الزبابة يا فنديل. اوف وش هنا اهو، هنا اهو الزبابة الملعونة. تلالم وقفت في على الزجاجة. تلا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 ل
فطارك. ايوه انت مسمي الحاله. بقول لك مكان النخبه. نورت مكانك يا فندين. نورت مكانك يا فندين. دلع السلام. السلام عليكم. ذكر زي ما انت رجاله. زي ما انت. زي ما انت. والله ليك وحش. أزوز. أمر يا فندينا. هات ايدك وخدها. حاضر. أزوبابة. أيوة يا فندينا. بس على الرجالة ورص لنا حجرين. أنت لسه زي ما أنت يا ابن طافي. بس على الرجالة ورص لنا حجرين. من خيركم يا رجالة سهرة عنب ومزاج عالي. اقعد يا بدران. أنت عارف الحتة اللي طلعتها دي فيها قد إيه؟ ده إحنا ما صدقنا طلعناك. صدقني ايه؟ وانت فاكر ده حشيش؟ امال ايه؟ ده عجوه. مساء الخير يا فندم. مساء العجوه. شكرا يا ذبابه. بس البنت شودي طلعت حكايه. طلعت بنت مطفلحه. مطفلحه؟ اه مطفلحه. مطفلحه يعني معقده. يعني حاجه كده يعني.
اديك سمعت الحدوته كلها، خليك بقى معايا في الحدوته بتاعتنا. اعمل ايه في البلوه اللي جابتها لي البت اياها؟ اه سعاد عليك مشكله بجد يا خميس، مش عارف اعمل ايه. قال ايه هبقى اب لعيل في الحرام؟ ده انا ما ينفعش ابقى اب في الحلال. طب وانت عيبك ايه انك تبقى اب في الحلال؟ بقى مرت ايه؟ سيب لي الموضوع ده ما تشغلش بالك بيه. هتعمل ايه؟ مالكش فيه بقى، هو اكله بحلقه. انا بس اللي مستغرب له ازاي امي امنت لواحده زي دي في بيتها؟ من امتى ضاويه بتربي حيه في حجرها؟ انت شاغل نفسك بيها دي خميس، اوعى تكون انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ دي مرات الخال، وكمان ما اقدرش اخون رمانه. نعم، امال البنات ام سامية دول ايه؟ لا 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 دلون ودلون، دول حاجات كده للقعده والسهره نضيفه، تخلص تروح نضيف نضيف، تخلص وتروح ايه؟ نضيف نضيف. اه حاجه كده يعني ايه؟ مكملات غذائيه. نعم، اللي هو عصير ملكات النحل. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم يلا، قوم اقف ورا، وشك في الحيط وارفع ايدك فوق. وشك في الحيط وارفع ايدك. ايدك فوق كده، ايوه. يلا 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 جنبه يلا. جنبه يلا، ارفع ايدك فوق يلا. يلا وشك في الحيط، يلا. ارفع ايدك فوق يلا. يتوب علينا ربنا.